وقت الجزء الأخير من البرايم السادس. مثل العادة المشاهدين بهالوقت بيكونوا ناطرين على نار ومستعجلين أكثر من النومينيز على إعلان نتيجة التصويت. القصة بدها طولة بال ومشوارنا الغنائي بعد ما انتهى. بكل حماس منستقبل النجمة المصرية أنغام. بعد رجع عيني ما اعرف شي ليه.
للنجمة المصرية أنغام ضيفة البرايم السادس. وهلأ صار وقت الإعلان عن نتيجة تصويت الجمهور. بدي أطلب من علي، إيمان وشروق يتفضلوا على نص المسرح. تفضلوا خذوا مطرحكم. مين اختار الجمهور؟ علي الشاب السعودي الموهوب بالعزف وصديق الكل، أو إيمان الصبية المغربية يلي بتتمتع بشخصية قوية وإمكانات فنية، أو شروق أحمد من البحرين اللي سبق وأنقذها الجمهور بالبرايم الرابع. الثلاثة بيستاهلوا يبقوا، والثلاثة بطاقات سفر حاضرة. نحن بانتظار النتيجة لنشوف لمين أعطى الجمهور أعلى نسبة، مين دعم، لمين صوت، أداء قوة المنافسة. كل الأجوبة منشوفها على التابلو، منشوفها على التابلو بعد لحظات قليلة. الجمهور قاعد على أعصابه بالصال وبالبيت. مبروك لعلي، ألف مبروك لعلي من السعودية. شباب، عمالكم يا شباب رح تروحوا حدا. تفضلي إيمان بليز. مبروك إذن لعلي. خلينا نشوف هلا، وصلنا لتصويت الطلاب، رح نشوف مين رح يخلص الطلاب. وهون بحب الفت نظركم انه اذا تعادلت ايمان وشروق بست اصوات فاكيد علي بيحسم النتيجه. خلينا نبلش مع اول صوت مع احمد. ايمان تدري اني احبك انا، بس لا اختار شروق. اول نجمه اذا لشروق ايوب. ايمان انت عزيزه علي، بس شروق بنت بلادي. نجمتين لشروق عبد العزيز. ايمان انا اسف، بحرين عمري. ثلاث نجوم اذا لشروق تينا. سوري شروق، I have to. إيمان. ثلاث نجوم لشروق، نجمة لإيمان سالي. سوري شروق، إيمان. إذا ثلاث نجوم لشروق، نجمتين لإيمان كارلو. فضل عادل إيمان. ثلاثة بثلاثة إذا، صار في تعادل. شدى. شروق أنت بنت بلادي وكل شيء، بس إيمان صديقتي. ما أقدر. أربع نجوم لإيمان، ثلاث نجوم لشروق داني. سوري شروق، إيمان. خمسة لإيمان، ثلاثة لشروق. عماد. أنا ولدت من المغرب العربي، سوري شروق، صوت لإيمان، سوري. صوتت إيمان أو شروق؟ إيمان، إيمان. إيمان. إذا ستة إيمان، ثلاثة شروق. محمد. إيمان. سبعة إيمان، ثلاثة شروق. مروة. سوري شروق، إيمان. ثمانية لإيمان، ثلاثة لشروق. وآخر صوت أمل، تفضلي. إيمان. مبروك لإيمان. إذن إيمان بترجع تنضم للطلاب بالأكاديمية. هيك بتكون خلصت سهرتنا الليلة، ومنودع فيها شروق. مشاهدينا سهرتنا خلصت، بتمنى تكونوا مضيتوا معنا أحلى الأوقات. بكرة الساعة 7 لقوني بيومية ستار أكاديمي. تصبحوا على الخير.